لا هي بالعكس، هي نظرية نشوفها غلط، لأن عندنا مثلا زي الفنانين انشهروا عربيا زي الشاب جيلاني، زي الايدل اللي انا صراحة معجب به جدا جدا جدا، وهو اللي خلاني نفكر اني نشارك اصلا في اي برنامج تاني، هو ايمن العطر. ايمن العطر فنان عربيا، فنان يمتلك كل المواصفات اللي المفروض يكون في الصف الاول عربيا، ولكن ممكن ظروف خلاته ما يكون زي فنانين تانيين واخدين بوز كبير في الوطن العربي. ولكن انا نشوف فيه، هو لو تخيرني بين ايمن وبين فنان تاني عربيا نقول لك ايمن العطر، لان فنان بكل معنى الكلمة صراحة.